الأيسر وإنك تحمي فريقك من الكرات الثابتة والميتروفيتش. ممتاز. اللاعبين طبعا على وشك دخولهم دخلوا فعليا، يتقدمهم الحارسان، حارس شهر فبراير يتحدث عن بونو، حارس شهر مارس على مستوى الدوري يتحدث أيضا عن حارس نادي التعاون. ويعني نتحدث اليوم عن يعني عن مباراة مهمة للحارسين للفريقين، من سيحمي مرمى من الحارسين، من سيسجل في المباراة من الفريقين. زملائي عبد الله الغامدي ومحمد حسين سيوفونا بكل ذلك عندما يبدأ التعليق على هذه القمة. عبد الله محمد، لكل العرب أهلا بكم. الكويتبي يبدأ والسكري يبدأ ويبحثون عن كرة أولى يقدمون معها حلاوتهم للجماهير، لكن كرة العيال لن أنسى هذا الشاب محمد محزري الذي يخطئ من أمام نفسه. لكن قبلها لدى سافيج اللي بيلعب لك كرة طالت انتصار يسعود عرضية مترو تحضير رأسية أخرى لمصلحة الهلال. ياما وياما ياما على خط هجوم في مسابقة الدوري. الكرة إلى ميشيل والتمريرة إلى سافيتش عن مالكم، وهذا ميشيل وهذه العرضية وهذه الكرة الأولى التي كاد معها الهلال أن يفتتح القمة مبكرا وعن طريق في طيلة مبارياته هذا الموسم. بالنسبة لحكم هذه المباراة في البوندسليغا الهلال عرضية البلاهي رأسية الذي يمتلك الكثير من الخبرات وصلت إلى ميشيل. ميشيل بريقين وعلى مستوى أيضا الطاقم التحكيمي ميشيل أحد الرؤوس. التعاون في الهجوم عون السلولي، الكرة عادت إلى أشرف الهجومي بعد كرة الأولى. ماذا عن الثانية الكويكبي أمام البر وكأن المباراة من طرف واحد. العرضية من سعود بعيد وصلت إلى مترو، هذا سافيج بمرر الكرة عادت يا سلام على الأجواء الجد الأهلي التعاون والهدف والطموح النخبة الأسلام إلى سافيتش مرور. سافيتش مرور تقدم محزري الكبير في خط الوسط اللي بيمشي لكرة إلى ناصر، لكن عبد الملك النفس إلى ناصر. يا سلام يا سلام إلى سافيتش الجهة اليسرى، تقدم الهلال من الجهة اليسرى. هو مترو بيمشيها، مالكم بيستلم، مالكم بمر النقلات، هنا نفس هنا التمرير العرضية لتعود مالكم يا مالكم مالكم يا مالكم يا هي فرصة كبيرة في اللقطة الماضية. مالكم يقدم فيها نفسه لكنها بتبعد يا مالكم. عادت قرار حكم المباراة ماذا هناك؟ هل فيها ركلة جزاء؟ تجيل البريك الهلال يقترب الهلال يقترب لقمة الجولة رقم 30 حيث الهلال يبحث عن النقطة رقم 83 على بطاقة صفراء خامسة. الكرة بتصل في الجهة اليمنى والتعاون يقترب. عشاق الهلال بعد فترة غاب فيها مترو عن لحظة هو نقطة القوة في الربط ما بين الخطوط. الجمهور هو يتفاعل واللون الأصفر الآن لكن يا أسمار خطفها كويكبي خطفها الكويكبي انطلق فيها من الجهة اليمنى. الكرات الثابتة صاحب المساهمات الكرة بتصل طويلة من الأمام إلى المفتاح لكن البلاهي عادت ولا زالت عاد مؤثر. الحديث عن موسى بارو وكاسترو الكويكبي والعرضية روبن نيفيس واحدة من عرضياته بحثا عن رقم 11. الكوار أول بأول لكن ميشيل من أمامه يا أولي لا سعود تمريرة نعم لكنها بعيدة وصلت إلى ميشيل عادت إلى روبن عرضية لكن أمام أيضا باتجاه معاد المنطلق من الجهة اليسرى سعود إلى سافيتش ثم المين. يا سلام يبحث معها كل فريق على نتيجة إيجابية. ميشيل من الجهة اليمنى محاولة المرور الله عن طريقه وصلوا وكيف لا يصلوا وهو من دائما يوصلهم إلى الأهداف
يقدم لهم الأفراح. المترو يا ناس المترو، لا تكمل الليلة بدون بصمة هذا المترو. غيابك كان فراغا لا يسد، وعودتك نجاحا بلا حد. الشوط الأول يتراجع ويتراجع، وأمام الهلال يقدر على فك هذه الشفرات. تدخل عون السلولي، الكرة بقرار حكم المباراة إلى ركلة مرمى من أمام سافيتش. شوف سافيتش المتقدم في اللقطة الماضية، وتدخل عون السلولي. هذه لقطة سعود بتاريخ، لكن على طول محمد زايد يتدخل من الجهة اليمنى. مترو مرة أخرى وصلت إلى مالكم، قوية قوية أخرى. لما لا مالكم إلى ميشيل، إلى مالكم، لا لا لا، الكرة بتتأخر فيها ثم عرضها بصورة ممتازة إلى معاذ. الله عرضية، لكن سعود، لكن سعود قبل عبد الفتاح، سعود قبل عبد الفتاح. عرضي مساحة مشاها باتجاهي بحسين، راح بحسين تقدم. عرض ويكبي بحثا عن أحد الرؤوس، بحثا عن أحد الرؤوس، رأس ذلك. كيف ستكون الأمور؟ هذه عرضية ولا لا؟ لكن ما في أحد يا معاذ، ما في أحد يستحوذ عند مناطق الهلال. عرضية فقيهي، الله، ثم مترو، ثم مالكم، ثم مالكم، ثم مالكم. لاعب على لاعب، فيها الحل الفردي، فيها الحل الفردي على مهداوي. لكن الآن، لكن الآن يتواجد عبد الملك ومحمد الكبي، لكن فضل المرور من أمام سعود. كيف ستكون المهمة يا معاصد؟ والكرة فيها تحول سريع من أمام البلاهي، البلاهي أحمد بحسين، بينما الهلال القوة تستمر من الجهة اليمنى. دوري، يا سلام يا كويكبي، جميلة فيها الانفرادة، ولكن على طول كوليبالي في التوقيت السليم يعود يتدخل، لا يترك المدي. السرعات يا ميشيل، الحل الفردي، الله، مررها إلى كويك بعرضية. التعاون يعود من العرضيات، لا سقوط في أرضية الملعب أيضا لأحد لاعبي التعاون، يبدو استدام على مستوى الرأس، لذلك سيوقف اللعب حكم المباراة. نعم سيوقف اللعب في استدام. ولت مرور، يا سلام، تقدم فيها ثم رفع رأسه بحثا عن ميشيل، وأفضلية راح نشوف. عرضية الآن رأسية، حتى في وسط الملعب أو حتى إن أردت في الطرف، لكن في الشوط الثاني يبدو أنها في وسط. وكما أسلفت الذكر كانت من أمام التعاون، كرة ملعوبة إلى الأمام، عرضية وطويلة مع مالكم. الكرة اللي بتلعب، التدخل اللي موجود، يعود الهلال للاستحواذ. ومن الجهة اليسرى اللي فيها محمد البريك من السعود، وصلت إلى ميشيل، عادت إلى مترو، تمريرة لكنها واجد. شوفوا ميشيل في الجهة اليمنى، سعود الانطلاقة العرضية، يا وصلت إلى كويكبي، محاولة المرور الآن. الحل الفردي، الحل الفردي، الحل الفردي. دوري للمرة الثانية بلا خسارة، الكرة الطويلة وللأمام، عدد سهل كله على الكويكبي في التعاون في مباراة اليوم. الكويكبي إن كان في أفضل أحواله سيعود. إصابة كانت على الرباط الصليبي في الموسم، في مبارياته الأربع المتبقية بعد هذه المواجهة. كرة طويلة وللأمام، عقبك، لكن عون يتدخل. يا سلام يا سلام يا الله، في الهلال من أين تأتي الضربات؟ من أين تأتي الطلقات؟ من أين تأتي الطلقات؟ لا تعتقد أن المهاجمون فقط هم من سيسجلون، ففي الهلال الكل قادر على التسجيل، الكل قادر على التسجيل. يا واحدة من أنجل